البنات الضايعة. رحت زرته؟ لا، نضرت عليه بهالنظور. يا لطيف ما اشترك. شوك عمي، انا بدي روح لعند البنات تيشتلقوا علي اني بحبهم وصيروا عايروني. يلي بتعجبني حط هالنظور وبسحب لعندي وبقعد انا وياها عالطريق عالسطح بغمزها وبضحك لها من دون ما تشتلي، وبلا جميلة امها وبلا جميلة اهي كمان. انت كنتي عم تنقي عدس. نودرت علي؟ بشو عرفتي؟ نودر على الناس ممنوع، بكره بتفرجي. بدي سكر الشباك. سكري شبابيك، الله مفتوحه. انت قاعد تنودر لبعيد ومش عارف حدك شو عم بيصير. شو عم بيصير؟ كنت بخبرك بس بخاف تحكي. انا بير الغميق، كانه هالحيط بيحكي انا بحكي. عليا مدري وين راحت ورجعت مع اسواره. شو؟ وما سألتوها منين؟ قالت من كرم العلالي. ايه كرم العلالي سوق الصياغين. بدك تعرف لي منين جبتها؟ تكرم عيوني، منين جبتها؟ منين جبتها؟ منين جبتها؟ اسمع تقلي غنية كرم العلالي، شو بتقول بخرة؟ وعدني حبيبي اللي مبدو يجي اسوارة غريبة وعقد بنفسه. ايه كيف ما اشتلقتوش كيف؟ هيدي حبيبة جايب ليها. يلا هيدا انخطبت تنشطب لها اسمها من الدفتر. عليا بحرف السين عليا. شطبناها. ومين قولك؟ انا اللي بدي اعرف. ولوه هيك بتنخطب عليا قدامنا الواحد غريب؟ عمين قاعدين الناظر بهالشمس؟ وين كنتوا؟ ما حدنش عرفوا ولا شافوا؟ اشو لابس ابع الاخفى؟ وين كن عنه؟ شو عم تحكوا؟ سمعونا نحنا هون عقبالكن. عليا انخطبت بيها الليلي وان شاء الله عقبالكن. عليا انخطبت يا شيطاني وما بتقول سرارة. انخطبت ما عرفنا هديوها اسوارة. اسوارة حلوة بترهج وبتلمع وبتضوي. مين مش عارفين وبتصير القصة بالسر وكيف عرفنا فيها؟ ما حدا غيري رح يعرف هالقصة ويحكيها. هلقتونا يا جماعة روحوا في اللو بدنا ننام. طول بالك يا مو مرعي الآن الغطى بحرام. شو هالقصة اللي خلتكم جرجرجرجر عالطرقات؟ حاجة تحكي وحاجة تبر بالقصة متل لي الساحات. شو هالقصة اللي عم بتدور؟ عليا عملت ست بتدور هديوها اسوارة حلوة ومنك عارف يا نطور. بيهدوها انتو شو بدكم بالناس؟ هديوها بس مش عم تحكي. عاسمعي كأم الياس هديوها ومناش عم تحكي. شفتي يم الياس وانا الليلي مش رح اغفى الليلي بدي اعرف مين. لازم نعرف اسوارة عليا من مين. لازم نعرف. انا اللي رح اعرف. شباكن مضوى بعد سهران او الكن ناطرة حدا. يا محلى ليالي الهوى يوم اللي التقينا سوا والخيمة عالعالي عالعالي كان رح بيطير. العالي يا خيم اللي عمرها بالبنفسج زنرها. يا خيم اللي عمرها بالبنفسج زنرها بالشجر عدايرها علق مراجيح الرواية. يا محلى ليالي الهوى يوم اللي التقينا سوا يا هاك الصبح لما خصلت الشعر
مدري شو طلع لي بالناظر، شبح كبير وبس شلته اختفى اختفى. ياها مين الزلم؟ سبع شو عم تعمل هون؟ بومرعي على حساب منكش مهتم بالقضية. انا ناطر الغرب. وانا ناطره بس ما مرق حدا. روح تنام وبكرة مشوف. وين بدي روح؟ وين بدي يختفي؟ اشتغل الناظر، احسبه غواصة بظهر البحر، بدي اعرفه بنوي. يلا اشتغل الناظر، اشتغل الناظر، اشتغل الناظر، ناظر. جيش باش بنجو سي ساودو وهيدي دشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة. بدنا برغل بدنا زيت وبدنا خس بدنا نعنع بدنا بصل وبدنا بهار وبندورة وبقدونس وبدنا ملح وشوية ورق عريس. يا عمي دوختوني روق شوية عيوني كعبدو شو هالخسات دبليني للبقدونس وما بيسوا البندورة شه شوفوا شو هالبصلات. هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مقفوفين شو قصتكن قولولي. بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة راحت تتساوي شعرة وتلاقينا بسعدة قامت عزمتنا لعندة طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عزمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة ما بتجي غير مع خيا قلنا لن أهلا وسهلا أو خيا بتعرف شاب مليح بسولي حاجة تحكي قلنا شو منضيفه قالوا بدنا تبولي والتبولي بدها غراض والغراض عند عبدو عبدو قاعد بالدكان والدكان بعيد شوي كدنا وصلنا تعبانين تعبانين وبدنا غراض بدنا برغل بدنا زيت وبدنا خس بدنا نعنع بدنا بصل بدنا بحار وبدنا دورة وبقدونس وبدنا ملح وشوية ورق عريش. روقوا روقوا يا عيوني نقوا بس فروقوني. شو بتؤمر يا ابو مرعي؟ بدي زيت وفحم ولحم وغيره كمل يا ابو مرعي. بدي قدري وجره وشفره وغيره في شي يا ابو مرعي. بدي لوح زاز وكاز يا عبدو بدي بكره وشي كركر تكرم عينك يا شقرة ضويت الدكان. بدي ورقة ودواية تكتب مكتوب عارف كل الرواية قلبك رح بيدوب. شاش باش دو ياك
قهوة قهوة وين القهوة؟ انت بتشرب جيب ثلاثة. مرحبا يا شباب، اهلا وسهلا بسهر. عرفتوا شي يا شباب؟ خبرنا يا سهر. مرحبا يا شباب، اهلا وسهلا بسهر. عرفتوا شي يا شباب؟ خبرنا يا سهر. بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل لايك لايك لايك. شو هو هالشي؟ شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب. مشيت خلف طلوع توصلنا عالكوع. بعدين شو عاد صار؟ خبرنا يا سبع وكمل. بعدين شو عاد صار؟ بعدين شو عاد صار؟ وقف هيك وصار يتطلع على بن عليا ويتسمع. صار يتطلع، صار يتطلع على بن عليا ويتسمع. على بيت عليا ويتسمع. بعدين شو عاد صار؟ خبرنا يا سبع وكمل. بعدين شو عاد صار؟ بعدين شو عاد صار؟ بس انا صرخت علي هرب خلف دراج الحي وما عرفتو اطيع ضوي. ليلي رح اعرف منوي سبع الكاسر بهالقوة. ليلي رح يعرف منوي سبع الكاسر بهالقوة. ليلي رح يعرف منوي. ليلي رح اعرف مين هو. ليلي رح يعرف مين هو. ليلي رح اعرف مين هو. ليلي رح يعرف مين هو. حبيت الكبير عرفت بالاسوارة؟ ايه. وانت زعلانة؟ لا بس حس اني مغيرة مش عارفة شو بني. وبقول ليش لعليا مش إلي أو لوحدة تاني؟ لأنه الإسوارة اختارت إيد عليا. وأنا إيدي مش حلوة؟ حلوة وفيق إلى إسوارة. وأهمت بتجي وبلبسها؟ اليوم عليا يمكن بكرة أنت. ما زالك مديتي إيدك بدو حدا يلبسك إياها. أقولك عم فتش على إسوارتي؟ والآن تتلاقيها. مش عن غيري بس عليا ليش ما بتقول منين؟ هيدا سر لعليا خليها عايشي معه لأنه السر إنسان تاني. يمكن إذا حكيت بضيع وبتنكسر هالمزهرية اللي هي الحكاية. وحتى بعنايكن أنتو بترجع عليا شخص عادي. يعني إذا عرفنا بنرجع عبيوتنا وبتبطلوا تسهروا مع الحكايات اللي دارت على الإسوارة. يمكن إسوارة عليا ما تكون شي بس نبهتكم انه دايكم بعض فاضيين. هونيك في شجرة ورا النبع الغميم. هونيك في شجرة ورا النبع الغميم. محفور لي صورة على كعب العتيق وضاع الهوى وتغيرت فينا الدنيا. وبعد الصورة ناطرة حد الطريق. ومرة